السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ربة بيت ساكنة في حي السعيدية وفي نفس الوقت موظفة. اليوم ربما بغيت نسلط الضوء على واحد المعاناة ديال أسرة ساكنة في هذا الحي هذا مع واحد الكاميرا ديال المراقبة اللي هي اللي كتشوفوا راها تقريبا ما بينها وبين السور ديال داري أو الحيط ديال الجردة حتى متر كاملة. أنا غنعود لكم القصة ديال هذه الكاميرا والمعاناة ديالنا كأسرة من ناحية المعنوية. أولا الكاميرا أنا كنعتبرها كتنتهك خصوصيتي وكتنتهك حرمتي داخل داري وأمام بابي، لأنها كتسجل معطيات فوقاش كندخل الدار، فوقاش كنخرج من الدار، فوقاش كتكون الدار خاوية، شكون جا عندي. وإلا شفتوا مثلا دابا ملي تيسبريس جات عندنا راه شفت بأن هاد الزنقة هادي اللي أنا ساكنة فيها يعني بالمعنى ديال الدارجة هي زنقة ما كتخرج، وبالتالي 99% من الناس اللي كيقصدوها هما ناس جايين عندي يعني جايين لداري. ألوغ علاش هاد الكاميرا هادي تدارت؟ أنا كنعتبرها تدارت باش تجسس عليا وباش تنتهك خصوصيتي وباش تنتهك حرمتي وتحرمني من أني نستغل المساحة ديال الجردة والكراج في داري، وتحرمني أني نصيق ونغسل قدام باب ديال داري وأن ابنتي يلعبوا قدامه. يعني شنقول لكم واحد الرعب لا يوصف. ربما الناس غادي يعتبروها أنها ماشي شي حاجة كبيرة، ولكن راها شي حاجة كبيرة، راه معلومات كتسرب عليا الناس اللي أنا ما عرفش هاد الكاميرا واش الكونت باش تحلات، واش هو كونت اوتيليزاتور ولا كونت ادمين، شكون هما الناس اللي كيعرفوا انا فوقاش خارجه من الدار، فوقاش كتكون الدار خاويه. طبعا من وعينا بانها حاله ماشي هي هذيك، درنا استشارات ديالنا مع جمعيات خدامه في المجال الجرائم الالكترونيه في تيزنيت، مع السلطه، مع الشرطه القضائيه، مع يعني عده نسميهم جهات. للأسف كنا في واحد الدوامة كبيرة، اضطرينا في الأخير أننا نرفع دعوة قضائية، نوكلوا محامي بما يترتب عنه عاوتاني من واحد دوامة مادية وجيب عون قضائي يثبت الحالة والمحامي وفوقاش الجلسة. احنا دابا مقتنعين يعني أنه القضاء سيقول كلمته، ولكن للأسف هذوك التأجيلات كل مرة، مثلا أنا عندي جلسة من هنا مثلا 15 يوم، هاد 15 يوم راه ممكن هاد الكاميرا هادي تسرب معلومة اللي غادي تضرني أو اللي غادي تضرب نياتي. ومن هذا المنبر هذا يعني انا كنوجه واحد الرساله، ربما كاينه اسر بحالنا في تيزنيت اللي مضرنا بحالنا، بغينا نتكاتفوا باش ما تكونش هاد الكاميرات المراقبه هي فوضى في المدينه، وبغينا شويه الوعي بالخصوصيه يترفع في المدينه علاش لا. وشكرا.